السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في القناة الثالث من دبلوم إنجاز العمل المكتبي المتكامل. طبعا اليوم رح نتناول في هذا الدرس أو هذا اللقاء إن شاء الله كيفية التعامل مع نظام التشغيل بأحدث إصداراته وبكل خصائصه. فرح يكون لنا شرح وفير وغفير إن شاء الله تعالى في المعلومات عن كيفية التعامل مع نظام التشغيل. بداية حبيت أعطي كم فكرة كمدخل لدرس اليوم، يعني نظام التشغيل ويندوز 10 هو أحدث أنظمة التشغيل اللي أطلقتها أو أنتجتها شركة مايكروسوفت الرائدة في صناعة البرمجيات في العالم. حرصت شركة مايكروسوفت على سرعة انطلاق هذا النظام في محاولة منها لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الإصدارات السابقة. فأنا لما بتعامل مع نظام تشغيل حديث أنا بيكون كسبت موضوع سد الثغرات يلي وجدت في الأنظمة السابقة، تمام، وبحصل على أكثر توافقية مع البرامج العمالي بتنزل حديثا أو مع أجيال الحاسوب العمالي بتنزل حديثا، سواء كانت من تعريفات أو من بروجرام زي البرامج وما شابه ذلك. طبعا نظام التشغيل هو نظام متكامل من برمجيات يقوم بإدارة موارد الكمبيوتر المختلفة، ونظام التشغيل هو عبارة عن حلقة الوصل بين المستخدم وعتاد الكمبيوتر. وبدون نظام تشغيل هذا أمر طبيعي، يصبح الجهاز كمجرد خرطة لا نفع منه. ظهر أول نظام تشغيل للكمبيوتر في عام 1954 ويدعى الميتس أوبريتنج سيستم. يتكون نظام التشغيل في وقتنا الحالي من ما يلي. مكونات نظام التشغيل: بداية في عندي شيء يسمى النواة أو الكرنل، وهي المكون الأساسي لنظام التشغيل، ويقوم هذا أو تقوم هذه النواة بعدة وظائف. أهم وظائفها إدارة عتاد الكمبيوتر، وذلك بتنظيم عملية التشغيل لكل جزء من أجزاء الكمبيوتر المادي، وتنفيذ الأوامر يلي بيصدرها المستخدم، والتحكم في نقل البيانات بين الأجزاء المادية للكمبيوتر وبين البرامج التي تعمل في بيئة نظام التشغيل. هذا المكون الأساسي والرئيسي في بنية نظام التشغيل. المكون الثاني هي القشرة شيل، وهي عبارة عن برنامج يعمل كوسيط بين المستخدم والنواة، حيث يقوم هذا البرنامج بتفسير كل أوامر المستخدم ثم يقوم بتمريرها ونقلها إلى النواة، وبعد ذلك راح يقرر هذا البرنامج اللي هو النواة كيف تظهر البيانات الناتجة للمستخدم على الشاشة. المكون الثالث لنظام التشغيل وهو نظام الملفات، وهو نظام معروف من قبل النواة يتم استخدامه لترتيب البيانات على القرص الصلب وتحديد كيفية تخزين هذه البيانات في الملفات والأدلة، وكذلك تحديد مواقع الملفات على القرص الصلب والمساحات الحرة بأقراص أو بأقسام الأقراص الصلبة وما إلى ذلك. ثالثاً المكون الثالث لنظام التشغيل وهو الواجهة اليوزر انترفيس. الواجهة تقسم إلى قسمين حسب طبيعة نظام التشغيل، حتى بقيت هذه الواجهة مرافقتنا في كافة أنظمة التشغيل. يعني الواجهتين الآن متوفرات عنا بأي نظام تشغيل كان ويندوز 10 ويندوز 8 ويندوز 7 إكس بي، ما زالت كلها متوفرة. الواجهة الأولى هي واجهة المستخدم النصية، ويتم التعامل معها بواسطة لوحة مفاتيح فقط، حيث يقوم المستخدم بكتابة أوامر نصية في الشاشة الخاصة بتلك الواجهة، وتظهر النتائج اللي تخرج له أيضا على هيئة نصوص. يعني أنا بدخل أمر ويعطيني أمر، تمام، تسمى واجهة المستخدم النصية، ويستخدم فيها فقط لوحة المفاتيح. تم تعديل وتطوير هذه الواجهات إلى واجهة المستخدم الرسومية الجي واي آي، ويتم التعامل معها بواسطة الماوس ولوحة مفاتيح والميكروفون للأوامر الصوتية، تمام. يكفي لإعطاء أوامر بالماوس على سبيل المثال لتبدأ سلسلة الأوامر، أو يعني النتائج العمل تظهر فقط من خلال الماوس، يعني وداعا لحفظ الأوامر مثل ما كنا نشتغل سابقا في نظام MS-DOS أو ما شابه ذلك، تمام، في واجهة المستخدم النصية. فأصبح بالإمكان لأي مستخدم سواء كان مختص أو غير مختص هو التعامل مع هذا النظام من خلال لوحة مفاتيح والميكروفون الأوامر الصوتية ولوحة والماوس. أيضا بيتألف نظام التشغيل من نظام تحكم في المدخلات والمخرجات، وهو نظام يتم استخدامه تحت إشراف نواة النظام، ويقوم بالتعامل مع أجهزة المدخلات مثل الماوس ولوحة مفاتيح، وكذلك الأجهزة المخرجات يعني مثل الشاشة والطابعة. ووظيفة هذا النظام هو تنفيذ المهام المطلوبة من قبل نواة النظام، ولتتطلب استدعاء أحد وظائف هذه الأجهزة وإحضارها إلى الذاكرة الأساسية التي تسمى بذاكرة الوصول العشوائي الرام.
أيضاً بيتألف معي نظام التشغيل من البرامج الخدمية، وهي برامج ملحقة بنظام التشغيل تساعد المستخدم في أداء العديد من المهام. وقلنا أن البرامج تقسم إلى نوعين، برامج ملحقة بتجي جاهزة مع نظام التشغيل كالرسام، المفكرة، مسجل الصوت إلى ما هنالك، وعندي تطبيقات إضافية أي مستخدم ينزلها، مجموعة مايكروسوفت، البرامج محولات الصوت، المستعرات الإضافية، وأنت رايح بها الشكل هذا. إذا في عندي قسمين من البرامج أو البرامج، البرامج اللي بتجي مع نظام التشغيل أساسية تسمى البرامج الملحقة، وأنا عندي برامج إضافية بقوم بتثبيتها. طبعا كشركة مايكروسوفت هي الشركة الرائجة في العالم في إنتاج الحواسيب والأنظمة والبرامج اللي تعمل على هذه الحواسيب. أيضا في عندي شركات تانية تنتج أيضا حواسيب وأنظمة وبرامج تعمل على هذه الأنظمة على هذه الحواسيب، مثال شركة اليونكس، شركة لينوكس، شركة الماكنتوش إلى ما هنالك. لكن الأكثر رواج الآن لمستخدمي الحواسيب هم من شركة مايكروسوفت. طبعا رح نبدأ الآن بتعرف على الإصدارات السابقة بسلسل زمني بسيط عن إصدارات ويندوز اللي أطلقتها شركة مايكروسوفت، ورح يكون معنا أول نظام يعني تم أطلاقه من ويندوز. تم أطلاق نظام ويندوز 1.0 في عام 85، كانت شواجهته على الشكل التالي، ومن ثم تم ترقيته في عام 87 إلى ويندوز 2.0، تمام، ومن ثم تم ترقيته في عام 1990 إلى نظام 3.0، ومن ثم تم ترقيته في عام 95 إلى ويندوز 95، تمام، ومن ثم تم ترقيته إلى نظام ويندوز 98، وكان أطلق في عام 98، ومن ثم في عام 2000 تم إصدار ويندوز 2000، ومن ثم تم ترقيته إلى ويندوز الميلينيوم، تمام، وفي عام 2001 تعرفنا على الواجهة الرسومية الشيقة، تمام، في ويندوز الإكس بي، ومن ثم تم ترقيته في عام 2006 إلى نظام الفيستا، وكان فيه مشاكل كتير فتم تصحيح هذه الثغرات اللي فيه والاستعاضة عنه بويندوز 7، ومن ثم ويندوز 8 تم تصحيحه 8.1، ومن ثم الويندوز 10 اللي نحن الآن بصدد شروحات كاملة عنه إن شاء الله. تتكون الواجهة الرئيسية لنظام التشغيل ديسكتوب أو سطح المكتب هو المكون الرئيسي أو مركز الانطلاق الرئيسي للعمل في نظام التشغيل من ثلاث مكونات رئيسية، أم الأيقونات أو الرموز اللي شايفينها على سطح المكتب، ومن مفتاح إبدأ أو قائمة إبدأ، ومن شريط المهام. رح نتوقف عند وحدة منهم إن شاء الله ونبدأ بالشروحات. بداية رح نشتغل مع شريط المهام، ورح نقول أنه يقسم إلى ثلاث مناطق، يعني عندي منطقة أولى ومنطقة ثانية والمنطقة اليسارية. المنطقة اليسارية تماما هي عبارة عن منطقة الإعلامات أو الاختارات، تمام، أو تسمى منطقة جزء الإعلام بالحد بالذات، يتوضع عليها رموز اللي بتعمل مباشرة مع نظام التشغيل. هذه الرموز تعمل مباشرة تلقائيا كل ما أنا يعني شغلت الكمبيوتر وسأعد نظام التشغيل، فيتم تحميل هذه البرامج كلها كرموز لبرامج تعمل تلقائيا على نظام التشغيل. من أهم الصوت، الشبكة، البلوتوث، التاريخ والوقت، مضاد الفيروسات، والعديد من البرامج اللي بتعمل تلقائيا مع بدء نظام التشغيل. طبعا هذه الأيقونات وهذه الرموز لما أنقر عليها يتم استدعاء البرنامج. على سبيل المثال راح نشتغل الآن في موضوع نفس التاريخ والوقت أو ربما تغيير اللغة، راح نشرح عليهم الأهم بشروحات اليوم، تمام. طيب لما أنقر على التاريخ فليستعرض لي التاريخ الحالي، تمام، ويعطيني عداد الوقت اللي أنا فيه مباشرة. إذا حبيت أنقر باليمين وأختار ضبط التاريخ والوقت لأجعل تخصيص معين للتاريخ والوقت. طبعا بالنبذ اللي أمامي الآن تعيين الوقت تلقائي أو يدوي، تمام. طبعا إذا كان لغيت تفعيله راح يكون بمقدوري أني أنا أضبط التاريخ والوقت شو أو التاريخ عفوا يدويا، ويفضل دائما أني أنا أفعل تعيين الوقت تلقائيا، وبختار المنطقة الزمنية القريبة على بلدي، تمام، على سبيل المثال، وأعطي المزمن الآن حتى يبحث بالإنترنت ويأخذ لي الموقع أو المزمنة مع الإنترنت العالمي حسب منطقتي الزمنية اللي أنا فيها. يمكن أن نقرأ على أعدادات مرتبطة التاريخ والوقت والتنسيق الإقليمي، أعدادات متقدمة رح ينقلني إلى هالمكان بلوحة التحكم. يمكن تعيين الوقت والتاريخ أيضا من هذا المكان، تمام، فيني أضبط التاريخ والوقت، هذا انتقاء التاريخ حسب السنوات والأشهر والأيام، ويمكن إعداد التوقيت يعني بالثانية والدقيقة والساعة بالمزايدة والنقصان ورمز الصباحي والمسائي، يمكن ضبط الوقت حتى من هون، تمام.
أيضا ساعات إضافية إذا حبيت يكون في عندي الأكثر من توقيت تظهر لي لأكثر من بلد، ووقت الإنترنت لأجل المزمنة نفسها. بالنسبة لموضوع الريجن أو المنطقة اللي أنا فيها، طبعا فيني أنا أحدد تنسيقات وحسب لغة نظام التشغيل أو يعني أثناء تثبيت نظام التشغيل. أغلب الأوقات بناخذ نحن المملكة العربية السعودية، راح يكون في عندنا تنسيقات تاريخية على الشكل التالي. أنا فيني أختار أي نمط لتنسيق التاريخ، تمام. أنقر إعدادات إضافية لحتى يخدني لتخصيص التنسيق، تخص الأرقام والعملة والوقت والتاريخ أيضا. ففيني أختار أي أنواع من أنواع التخصيصات اللي بدي إياها للأرقام أو لرموز العملات، مثلا أحولها للدولار، يعني أي شيء على بالك. هي واجهة التخصيص بالنسبة لي الأرقام والعملة والوقت أيضا والتاريخ. موضوع التاريخ، نوع التقويم المراد إظهاره أثناء فورمات الحواسيب يكون التقويم بالهجري أغلب الأوقات، تمام. ففيني أنا أختار نوع التقويم المراد إظهاره بنفس التاريخ، التقويم العربي أو الميلادي الإنجليزي، الميلادي الفرنسي أو ميلاد التسمية العربية أو ميلاد التسمية الإنجليزية اللي أنت تحتاج وترغب له فيك تغير نوع التقويم اللي عندك يا من هذا المكان، تمام. هذا بما يخص التاريخ. موضوع اللغة اللي مكتوب علي حرف العين، لما أنقر علي رح يعطيني شريط اللغة واللغات المثبتة على نظام التشغيل العربية والإنجليزية، تمام. فيني أنقر على تفضيلات اللغة لحتى ينقلني إلى مربع الحوار الخاص بالتعامل مع اللغة، ورح يقول لي أن اللغات المثبتة على نظامك هي الإنجليش والعربية السعودية. أنقر مفتاح الأد لإضافة أي لغة كتابة. لغة شو؟ هون لغات الكتابة، تمام. فيني أنا أختار، طبعا هذه كل لغات مثبتة أبجديا، فيك تختار أي لغة وتضيفها، تمام، كلغات كتابة. هذا أمر. الأمر الثاني، لغة العرض. لغة العرض هي واجهة الانترفيس، واجهة نظام التشغيل. إذا حبيت أني أنا أغير يعني إلى لغة ثانية، تمام، فيجب تثبيت حزمة اللغة الخاصة لحتى أنا شو أبدأ أني أغير بلغة العرض، التركية أو الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية على سبيل المثال، تمام. فرح نتوجه إلى خيارات ونقول تنزيل الحزمة، بنتصل لتنزيل الحزمة وبفعل له خيار لغة العرض مباشرة تنزيل اللغة الإنجليزية، وبعمل تسجيل خروج والدخول من جديد إلى نظام التشغيل، فبيكون غير الواجهة كلياتها إلى اللغة الإنجليزية. نفس الشيء الأمر نفسه لأي لغة بتخطر على بالك موجودة ضمن اللغات بهذا المكان، بإمكانك أنك تضيف لغة الكتابة وتعمل تنزيل لحزمة العرض وواجهة العرض، فيتم تبديل لغة الواجهة، ليس الكتابة فقط لكن الكتابة، ولغة العرض الواجهة كاملة لنظام التشغيل، تمام. عربية، إنجليزية، تركية، أيا يكن أنت يخطر على بالك، بإمكانك التعامل مع اللغات بكل أريحية وتثبيت أي لغة والتبديل بين اللغات بكل سهولة. فقط كل ما عليك أنه أنت انتقاء اللغة وتسجيل خروج بسيط لنظام التشغيل ليتم الدخول بإعداد الجديد لغة العرض الجديدة، اللي هي سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو التركية. طبعا الجزئية الثانية اللي رح نشوفها في منطقة الإعلام هي آخر رمز موجود، تمام، هي للاختيارات اللي بوجه لي نظام التشغيل، من تحديثات، من تحذيرات في الويندوز ديفندر لفيروسات أو جدار الحماية أو ما شابه ذلك من الاختيارات اللي بنشوفها بالنبذة اليسارية مباشرة. إذا كان أنا أهملتها كلياتها بيظهر لي مفتاح ومسح الكل، أو أني أنا أنقر وأسحب، تمام، لإغلاق أي تبويب بيظهر لي بالأعلى. بالأسفل مثل ما أنا شايفين عندي بعض الرموز. الرمز الأول لوضع الكمبيوتر اللوحي بنمط الويندوز 8 للمحاكاة بشاشة اللمس، يعني أنا لما أنقر عليه رح يعطيني هذا الشكل أني أنا أبدأ بالعمل. لو كان كمبيوتري شاشة لمس فبتغير بين النمطين، تمام، كشاشة عرض فقط لا غير. طيب اللوكيشن، الموقع اللي أنا فعلته في بعض البرامج تتطلب مني تفعيل اللوكيشن أو الموقع. موضوع البلوتوس الأمر معلوم. الضوء الليلي إذا نقرت عليه راح ينخفض معدل إطاءة الشاشة للون الليلي مثل ما أنا شايفين، تمام. لو أريد تفعيله بيعطيني سطوع إذا أنا كنت شغال عليه. المشاركة مع الأجهزة القريبة لمشاركة الملفات وما شابه ذلك، ونقطة الاتصال الهواتف لربط الجهاز مع أي نقطة وصول أو اتصال موجودة حوالي بجهاز فرعي. الشبكة المعلومة هي لوضع اتصالات مع الشبكات اللاسلكية للراوترات الموجودة حوالينا، أو أني أربطها مع هاتف أو ما شابه ذلك. وهذا أعداد يعني أعتقد الناس مو غريبة على تخصيصه، لأني من متطلبات العمل بشكل كبير ربط الجهاز على الإنترنت. يضاف الآلة وضع الطيران هي لإغلاق الشبكة بشكل كامل،
تمام. والأمر هذا بيساعدني بتخفيض الطاقة للجهاز إذا أنا ما عندي عمل على الإنترنت. كل إعدادات رح يعطينا فيست كافة الإعدادات، إعدادات ويندوز أو السيتينج اللي شايفين قدامنا، بتوجه فيها لخصائص النظام والأجهزة والربط الهاتف وشبكة الإنترنت إلى ما هنالك. أيضا في عندي الاتصال وفي عندي العرض من الأدوات اللازمة. أنا إذا كان وصلت بروجيكتر أو شاشة عرض تانية على الجهاز، فبإمكاني أني أكرر المحتوى اللي ظهر على الشاشة على كل شاشات العرض، أو أني أعمل أكثر من شاشة عرض. يعني رح يكون في عندي على البروجيكتر مثلا ظهر شاشة وقدامي ظهر شاشة، بمعنى المحتوى الموجود قدامي إذا أنا مختار هذا الخيار التمدد ما رح يفعل لي إياه أو ما رح يظهر على الشاشة الثانية، تمام. يعني فيني أنا أشتغل على شاشتين بنفس الوقت، فيني أنا أعرض الشاشة البديلة مباشرة وأوقف العمل على شاشة الكمبيوتر، أو أني أعمل شاشة الكمبيوتر فقط وأوقف العمل على شاشة العرض الثاني. ايضا بي عنا الفي بي ان، هي لفك الحجب عن المواقع المحظوره في بلدك، تمام. مساعدة للتركيز، هي بتخفيض نسبة الاختارات، يعني انا ما بدي كل شوي تطلع لي رسالة واختار وما شابه ذلك. قصاصة الشاشة لحتى انا ارسم واقص اي صورة وترسل الى الحافظة، تمام، المحفوظة بالحافظة، اني اخذ اي مساحة صورة لقطة شاشة سريعة بهالشكل هاد. أنا طبعاً نحن نمسحها حالياً، ما لي أي شغل فيها. يضاف في إصدار ويندوز 10 التحديث الأخير اللي هي تباين الشاشة. هذا المفتاح ما كان موجود سابقاً، هذا أداة أدواته، تمام. هذا واحد، واثنين رمز الصوت، هذا شايفينه المايك، إنه أنا في عندي برنامج شغال عم بيستخدم مني الميكروفون. هذا الرمز ما كان يظهر سابقاً، الآن في التحديث الأخير لويندوز 10 أنا في عندي هذا الرمز بيظهر عندي يا هون، تمام، إنه أنا في عندي برنامج عم بيستخدم الميكروفون، تمام. وايضا في عندي شريط التباين لاضاءه الشاشه، ايضا هو موجود بالتحديث الاخير لويندوز 10. ايضا عندي خيار تحكم بالطاقه والبطاريه ومدى شحنها واستيعابها، واذا كان مفصوله من الشحن بحسن بخفض اعدادات استهلاك الطاقه الى الحد الادنى، وفيني ادخل اعدادات البطاريه مباشره اشوف العمر المتوقع لها، ويعني في كثير من الاعدادات بس اللي انا بشتغلهم في موضوع البطاريه وحاله السكون مثلا عند التشغيل، عند التوصيل بالتيار، موضوع الشاشة ووضع السكون، إيما تكون أعدله أخفضه أو أزيده، تمام؟ يعني إيما تخلي الجهاز يطفى في وضع السكون، يعني يأخذ وضع السكون، إذا أنا ماني عم بشتغل عليه بعد 15 دقيقة مثلاً يعمل سكون للجهاز. هذا كل الأوامر موجودة هون لتوفير الطاقة، تمام؟ رمز الصوت نفس المبدأ، أنا فيني أنكر عليه فحتى نتحكم بالصوت بالارتفاع والانخفاض. طبعا اذا عندي اكثر من جهاز صوتي موجود او مخرج صوتي عفوا موجود، فيعني انا كنت واصل بروجيكتر مثلا او شاشه فيها بفلات، ففيني انقر هون ويعطيني اجهزة العرض، ففيني احول خروج الصوت من جهاز لاخر، تمام. المنطقه الفارغه اللي عندي هون هي منطقه ظهور رموز البرامج المفتوحه. الان اي برنامج انا استدعيه فراح يتشكل لي عندي ايقونه على شريط المهام تعبر عن النافذه المفتوحه لاي برنامج كان. تكامل الرموز اللي عندي اياها هون هي تعبر عن كافة النوافذ البرامج المفتوحة، سواء كنت عامل لها تصغير او عامل لها تكبير، فالرمز يبقى مفتوح طالما البرنامج شغال. من الخصائص اللي عندي اياها بشريط المهام المنطقة الفارغة، اني انقر باليمين واروح الى شريط الادوات، اختار مثلا عنوان، فراح يعطيني تبيب عنوان، اكتب اي عنوان على الوصول للنت او عنوان ملف معين، فراح يتم استدعائه مباشرة. وقلما صادف ناس الان يشتغلوا فيها، هيك اشرطة ادوات ميزة موجودة على شريط المهام. راح اختار الان الارتباطات نفس المبدا، يعطيني ارتباطات موجوده بحيث اني انقر على الرابط ياخذني الى مكان معين. سطح المكتب مباشره يعطيني الموجودات على سطح المكتب، على سطح المكتب كل شيء موجود. اذا حبيت انا اخفي الموجود هون امامي، تمام، هيدي في عندي شيء اسمه اظهار ايقونات بس انا بخفيها، تمام. وبفيني اتحكم بالموجودات من خلال اشرطة ادوات بتوضعه على شريط المهام. رح ألغي الآن الأشرطة هذه كلياتها وأعمل تخصيص لشريط أدوات جديد، عفوا، ورح أظهر الأيقونات الموجودة على سطح المكتب كما المعتاد، وبرجع بعمل له شريط أدوات جديد. أنا على سبيل المثال ما بدي ضل أعذب حالي وضل أفوت إلى جهاز الكمبيوتر، إلى قرص المحلي دين، الى مثلا مهارات اكسل، واتصفح الدروس اللي عندي، فبدي اعمل فقط لمهارات اكسل اللي هو هذا المجلد، يعني شريط ادوات خاص بحيث اني انا اوصل لهون مباشره. فراح اروح الى جهاز الكمبيوتر، اختار قرص المحلي دي مهارات اكسل، واقول له سيلكت فولدر او تحديد مجلد، طلع لي اسم المجلد هون. انا لما انقر عليه يعطيني الدروس، فيني اروح على الدرس الثالث مثلا اشوف الملفات اللي له،
أشوف فيديوهات، أشوف الصوريات، وأنا يعني فيني أفتح اللي بدي إياه مباشرة. تمام، الدرس الخامس نفس المبدأ، ففي سرعة الوصول لأي شيء بدنا إياه. فأنت بإمكانك ترتب أشرطة أدوات لكل المجلدات لأكثر طلب أو الأكثر عمل معه. لإلغائه بنفس الطريقة، أنقر باليمين راح يظهر مسمى مباشرة هون، فيني ألغي التفعيل لإلغاء الشريط الأدوات المخصص اللي أنا وضعته على شريط المهام. لما يكون في عندي أكثر من نافذة مفتوحة لأكثر من برنامج، ثلاث برامج أو ثلاث نوافذ مفتوحة في البرامج، لما أنقر باليمين رح يعطيني تتالي النوافذ، هي موضوع ترتيب النوافذ وراء بعضهم البعض. طبعاً هذا كله كمان مفتوح معهم، تتالي النوافذ رح يكونوا ثلاثة وراء بعض، هذا الإكسل، باوربوينت والوورد. أيضاً في عندي كمان إظهار النوافذ بشكل مكدس مثل ما أنا شايفين، جنباً إلى جنب. تمام، هذه التقسيمات اللي يعطيني إياها نظام التشغيل في التحكم في كيفية ظهور النوافذ للبرامج اللي أنا فاتحها، سواء كانت مجلدات أو سواء كانت نوافذ لتطبيقات أنا شغال عليها. فلما أقول له إظهار سطح المكتب، مباشرة راح يقوم بتصغير جميع النوافذ وإظهار الديسكتوب أو سطح المكتب، وبإمكاني أقول له إظهار نوافذ مفتوحة ليعيد فتحهم من جديد. أخيرا بما يخص المنطقة الفارغة اللي هون، أنا فيني أنقر باليمين وأختار عرض زر لوحة المفاتيح اللي تعمل باللمس، وهذه لي الاستئناس بلوحة المفاتيح اللي تظهر على شاشة الكمبيوتر. فيني أستخدم فيها إذا كانت شاشتي تاتش أو لمس أكتب من خلال الشاشة، أو أني أستعين بالماوس لحتى أنا أشتغل على المفاتيح. ربما يكون أحد مننا عنده مفتاح عاطل بالكيبورد، ففي يعني يستخدم هذا الكيبورد على الشاشة ويستخدم مفاتيح الماوس أو مفتاح الماوس للضغط على أي مفتاح عاطل عنده إياه بلوحة كخط بديل لإنجاز المهام. طبعا يمكن تخصيص اللوحة اللي قدامنا أو نشوف أكثر من منظر الألم. تمام، أنت على كل الوضع يلي بيناسبك فيك تختار تخصيص يعني يلي يعجبك. حلو الكلام، لكن هي عبارة عن لوحة مفاتيح كاملة. هي موضوع الحافظة الآن والعناصر المنسوخة الألم وما شابه ذلك، لا ما في عنا فيها أي شيء. تمام، لكن العنصر هذا اللي هو عبارة عن إظهار لوحة مفاتيح كاملة على الشاشة، أنا فيني أفعله وألغي تفعيله. يعني فيني أنقر باليمين الآن وأقول له ألغي الزر الموجود بشريط المهام اللي بيستدعي لي شو؟ اللي بيستدعي لي لوحة المفاتيح، فتم أخفاء الزر. الأمر اللي يجب الترحيب فيه كثيرا هو موضوع مدير المهام. لما أنا أستدعي مدير المهام هو رح يعطيني كل البرامج اللي أنا شغال علي ومفتوحة عندي هون. بكل بساطة أنا هذا الأمر إمتى بحتاجه؟ لما بيقف أو بيجمع عندي أحد البرامج بصير عنده مستجيب عن العمل، يعني البرنامج ما عاد يستجيب، صار فيه خطأ معين. كتير نتعرض له في بعض المواقف إنه في كتير برامج أحيانا أثناء العمل لا تستجيب حتى لموضوع الإغلاق، ففيني أنا أنقر أصل البرنامج مفتوح وأعطي إنهاء المهمة لإغلاق البرنامج بشكل قسري. بالنسبة الآن لتخصيص شريط المهام، فيني أنقر على مكان فارغ وأختار إعدادات شريط المهام، تعطيني النافذة الخاصة بشريط المهام، تأمين شريط المهام. كلمة تأمين هو القفل، يعني قفله بحيث لو نقرت وسحبت عليه هيك للأعلى للأسفل ما يستجيب للنقر مع السحب. لو أنا لغيت التأمين ونقرت الآن مع السحب، فراح نلاحظ إنه أنا بحسن بغير مكانه يدويا من خلال النقر مع السحب، يمين ويسار وأعلى وأسفل، أو أني أرجحه لمكانه مثل ما كان في المنطقة اللي أنا بثبت عليها. تمام، لو أنا جات فعلت تأمين شريط المهام، فالآن لو نقرت وسحبت ما عاد يستجيب مثل ما أنا ملاحظين الآن، ما عاد يستجيب. هذا مفهوم تأمين شريط المهام. إخفاء شريط المهام في الوضع اللوحي تلقائيا، يعني لما أنا أشغله، تمام، في حال طبعا هو في الآن في حال تشغيل، لما أقوله إيقاف التشغيل فراح يختفي عندي لما أنا أغير إلى الوضع اللوحي اللي حكينا عليه قبل شوي. استخدام أزرار صغيرة شريط المهام لما أنا أشغل موضع التشغيل، تمام، راح نشوف إنه أزرار شو صارت عندي هون، عفوا أزرار صغيرة. حلو الكلام، إظهار إشارات على شريط المهام، تشغيل وإغلاق تشغيل، وعندي المسميات. هي الموضوع الآن بيلزمني كتير. هلا هون موقع شريط المهام هو نفسه اللي حركناه يدويا. تمام، لما أنا قلت له مثلا إيقاف تشغيل أو هي التشغيل، فيني أنقر وأسحب، عفوا هيدي إيقاف التشغيل، فيني أنقر وأسحب، تمام، فيغير لي المكان اللي أنا معتاد عليه. حلو الكلام، أو إني أغير الموضع من هون، يعني أنا بدي موضع شريط المهام يكون بالأعلى بالأيسر، بالأعلى، بالأيمن، بالموضع الأسفل، فيني أختار الموضع اللي بدي إياه فرح استجيب تلقائيا. تمام، هذا إما من أمر أو بالنقر مع السحب عندما يكون الموضوع شو شريط تأمين شريط المهام في عدم إيقاف أو في وضع إيقاف التشغيل. جمع أزرار شريط المهام، أزرار شريط المهام إما تجمع لي إياهم، دوما إخفاء التسميات أو عند امتلاء شريط المهام أو مطلقة. راح اقترح مطلقة مشان نشوف المعاينات اللي شايفينها هون، إنه وضع للتسمية بجنب الرمز. حلو الكلام، هاي التسميات إما تلتغي، أما بقول له عند امتلاء شريط المهام بأزرار نوافذ أو بإخفاء التسميات، عفوا
تمام، أو عند ابتلاء الشريط أو دون إخفاء التسميات أو خليها مطلقة ما تغير فيه أي شيء. لكن أنا بدي دائما وضع افتراضي أنه يظهر لي الرموز بدون أسماء البرامج. هذا باختصار النظرة الخاطئة فقط على موضوع تخصيص شريط المهام. هو بيهمني فيه تغيير مكانه وعندي تغيير حجمه بحسن بنقره، بسحب لما يكون في وضع عدم التأمين حصرا، يعني أنا ماني مأمنه بس بزيد مساحته وبرتب عليه كل الرموز اللي أنا محتاجها، تمام، بهالشكل هذا، تمام. وفي عندي كمان إخفاء شريط المهام بشكل تلقائي لما يكون مفعل شريط المهام تم إخفاؤه، فأنا بس اللي قربت المشيرة عليه فراح يتم استفعاله، لما بعد المشيرة راح يتم إخفاؤه. هذه نظرة خاطفة الآن على موضوع تخصيص شريط المهام. بالنسبة لموضوع إخفاء التسميات وجمع الأزرار، المقصود فيها الآن لو اشتغلت برنامج الوورد أو استدعيته على سبيل المثال وفتحت بالكنترول إن أكثر من نافذة، هذه كنترول إن يعطيني الآن أكثر من نافذة، تمام. فمنلاحظ لما أضع المشيرة على الرمز الواحد على شريط المهام راح يقول لي إنه عندك أكثر من نافذة مفتوحة لنفس البرنامج، فهذا راح يجمع لي الأزرار. حلو الكلام، راح يجمع الأزرار. فقلنا له موضوع تجميع الأزرار، لو قلنا له مطلقا لفتحت عندي كل الأزرار اللي تمنى شايفين، هذه ملاحظة تانية، أو عند امتلاء الشريط يعني قم بجمع كلياتها، فنحن راح اختار دائما الجمع بحيث إنه يعني عندي 3 ملفات إكسل يظهروا بأيقونة واحدة، عندي 4 ملفات باوربوينت، عندي مستعرض الانترنت او بروزر اكثر من موقع فايت عليه، ففاتح افتكار من نافذه راح يجمع كل هذه النوافذ بازرار. فلما اضع المشيره راح يعمل لي شو المعاينات، فيني اوصل لاي معاينه من هذول المعاينات اي نافذه انا شطها بالنقل لمره واحده عليها لاستدعائها الى شاشه العرض. طبعا بتخصيص شريط المهام عندي منطقه الاعلامات، فيني اعملها تخصيص خاص لها بما يخص موضوع البرامج اللي بتظهر او ايقونات نظام التشغيل، فيني احدد الايقونات المراد إظهارها والغير مراد إظهارها، تمام، بالمكان، يعني أنا أفعل أو لتفعيل إظهار أو لعدم إظهار الأيقونات، ونفس المبدأ لتشغيل أيقونات النظام، تمام، بحسن بعمل إظهار وعدم إظهار، تشغيل وإيقاف تشغيل مثل ما أنا شايفين تماما بالأسفل على شريط المهام. رح نتوجه الآن إلى تخصيص قائمة البدء أو مفتاح البدء من هالمكان بالذات التوبيب على اليمين. رح نلاحظ انه عرض مزيد من اللوحات على شاشه البدء، انا شو المراد اظهاره والعدم اظهاره، انا بفعل وبلغي التفعيل، اظهر قائمه تطبيقات في قائمه ابدا، اظهر تطبيقات المضافه مؤخرا، التطبيقات الاكثر استخدام، مقترحات، استخدام شاشه كامله لو فعلناها وفتحنا ابدا رح نشوف انه هي عباره عن اخذت مساحه كامله على الشاشه، تمام، اظهر عناصر مفتوحه مؤخرا في قوائم الوصول السريع الى ما هنالك. الان انا راح انقر على اختيار مجلدات تظهر في قائمه ابدا، انا بفضل مستكشف ويندوز مثلا، سيتنج اعدادات، مستندات، تنزيلات، الصور، مجلد الشخصي. فلو نقرت الان على قائمه ابدا راح تشوفهم كل يوم ظاهرات في قائمه ابدا، اللي تبدا اول شيء في المستندات، التنزيلات، الصور، المجلد الشخصي، ومستكشف الملفات والاعدادات. راح نعمل توسعه من خلال نقر على هذا المفتاح حتى نشوفهم كلياتهم، وعندك دائما تبدا اول شيء في صاحب الحساب، فلو نقرت عليه يعطيني تغيير اعداد الحساب، قفل الشاشه السكرين، او تسجيل خروج من نظام التشغيل. انا فدائما بنلجا لموضوع القفل اذا عندي مهمه معينه اقضيها وارجع، فانقر باي مكان تسجيل الدخول لحتى يدخلني على نفس الموقع اللي كنت عليه تماما. ويضاف البرامج المضافه حديثا والاكثر استخدام، ومن ثم يرتب ابجديا كافه برامجي اللي انا مثبتها على نظام التشغيل للوصول لألف. هذا امر. الامر الثاني، فيني انقر على اي محرف يبدا عندي اياه هون، يعني اي حرف يذكر لي اياه، اي حرف هو برتبه ابجديا، انقر على اي حرف وابدا بالبحث عن اي برنامج يبدا بكلمه بحرف معين، فراح يجيب لي اياه مباشره للوصول السريع، مباشره للوصول السريع. حلو الكلام، للوصول السريع. انقر على اي محرف واستخدم الان بالكتابه، يعني انا بدي ابحث عن برنامج يبدا بالدبليو، يعني ابحث برنامج الوورد مثلا اول من الار او اي برنامج كان. حلو الكلام، مباشرة فيه تنقر فقط على تبويبات المحارف اللي مسميات البرامج، وتكتب أي حرف للدلالة عليه سواء كانت بالعربي أو بالإنجليزي، بالعربي أو بالإنجليزي. طبعا هو راح يعطيك الآن الأحرف المتاحة، الأحرف الغير متاحة يعني ما عندك برنامج مثبت فيه حرف الصاد والضاد، تمام. أما السين راح تلاقي مثلا، حلو الكلام، راح تلاقي شيء مكتوب عليه مجلد أو كذا موجود ضمن هذه القائمة يبدأ بحرف السين. أيضا راح نلاحظ على قائمة ابدأ في عندي خيارات الطاقم اللي هي موضوع لما أنقر عليه يعطيني السكون أو إيقاف التشغيل أو الريستارت إعادة تشغيل الكمبيوتر. نفس المبدأ لو أنا أنقر باليمين راح يعطيني بعض الأوامر راح نحكي عليها بعد شوي إن شاء الله، وأيضا فيها إيقاف التشغيل، تسجيل الخروج، السكون، إيقاف تشغيل وإعادة التشغيل، تمام. هذا إيقاف تشغيل الطاقة. فعندي الكمبيوتر دائما، أي ملاحظة للجميع،
أن هذا الجهاز يختلف عن كل الأجهزة الكهربائية الثانية، فأنا بشغله بمفتاح لمفتاح الطاقة وبطفيه بأمر، فلا يصح أن أنقر على مفتاح الطاقة لإيقاف التشغيل، فيجب إعطاء المهلة لنظام التشغيل بترحيل كل صفحات الذاكرة وإغلاق كل البرامج والنوافذ المفتوحة تمام، وإيقاف التشغيل بشكل سليم. بعد ذلك هو إيقاف تشغيل خاطئ. النقر لمرة واحدة على مفتاح الطاقة راح يعطيني السكون، النقر المطول على مفتاح الطاقة يعطيني إيقاف التشغيل القسري لجهاز الكمبيوتر. وصلنا مع بعض للتوقف مع محطة جميلة كتير، هي موضوع مكونات النوافذ في نظام التشغيل ويندوز وكيفية التعامل معه وأدواته إلى ما هنالك. ففيك تفتح أي نافذة أي مجلد راح نشوف فيه نفس المكونات الموجودة. طبعا راح يتألف معي الجزء اليميني منها على المستكشف تمام، المستكشف لكيفية الوصول إلى الأماكن أو الأقراص أو المجلدات. طبعا بتلاحظوا في عندك أسهم، دائما الأسهم موجودة لفتح المحتوى تمام، لفتح المحتوى. وإذا كان في عندك مجلدات فرعية فلما تنقر راح يعطيك إياها السهم الآخر. طبعا السهم للأسفل للفتح واليسار للإغلاق تمام. هذا بما يخص موضوع المستكشف. بالنافذة اليسارية اللي هي الأكثر عمل، بنلاحظ إنه في عندي بالأعلى هو مجلدات، المجلدات اللي تضمن عندك التنزيلات والصور مستندات موسيقى تمام. وعندك نافذة الأقراص سواء كانت الأقراص الصلبة أو الأقراص القابلة للإزالة تمام، بنلاحظها كلياتها بهذا المكان. بالأعلى في عندي شريط تسمى شريط الانتقال أو شريط الموقع، يعطيني العنوان أو الدليل اللي أنا كنت واقف عليه. يمكن كتابة أي مسار على بالك هون، يعني تكتب أي شيء مثلا الديم نقطين الباك سلاش ونقول له انتر راح ينقلني إلى القرص المحلي دي. هذا كمكونات يعني نافذة بسيطة، وما بخفي موضوع أو التكلم أني أخفي على موضوع البحث أو السيرج لأي ملف لأي مجلد لأي اختصار أنت حابب تدور عليه بمكان معين. فقط عليك النقر والبدء بمحارف الكتابة بداية، يعني أول حرف تاني حرف ثالث حرف، راح يبدأ بالبحث بمقارنة الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى ما هنالك. بهمني الآن بقى في الموضوع هي مكونات النافذة بشكل عام. الإطار العلوي اللي يسمى شريط الاسم أو شريط العنوان بيتوضع الأزرار اللي شايفينها على يمينه مع رمز القرص اللي نحن شغالين عليه، وعلى يساره في عندي مفاتيح الإغلاق والتقليص والتكبير والتصغير كزر على شريط المهام والاستعادة بالنقر لمرة واحدة عليه. أما التقليص وبصغر النافذة بإمكانك تنقر على شريط العنوان ومع التحريك لتغيير مكانه. النقر المزوج يؤدي إلى تكبيره تمام. وأيضا في عندي أشرط قوائم، وكل شريط قائمة بتلاقي له أشرط أدوات، يعني عندي الصفحة الرئيسية في شريط أدوات الحافظة بتتألف من نسخ واللصق والقص تمام، والتنظيم النقل إلى ونسخ إلى للسرعة أو حذف تمام. هيد الحذف تأكيد الإرسال لسلسلة المحذوفات أو الحذف بشكل نهائي تمام. طبعا هدول له اختصارات، هي اما ديليت او شيفت مع ديليت من لوحه مفاتيح تمام، او اعاده تسميم رينيم لاي انا ملف او مجلد اني اقوم بالضغط عليه لانشاء مجلد جديد، اختصاره كنترول مع شيفت مع ان، يعني انت باي مكان واقف ضغط كنترول شيفت حرف الان فيبدا بانشاء مجلد جديد فارغ تمام. ايضا موضوع الخصائص لاي عنصر انا واقف عليه يعطيني الخصائص اختصاره Alt مع الانتر. يعني على سبيل المثال حبيت أروح إلى خصائص أحد الأقراص، أنقل لمرة واحدة للتحديد، أضغط Alt مع الانتر فبيتوجه إلى مربع حوار خصائص هذا العنصر، أو أني أنقر باليمين وأتوجه إلى خصائص، هي الطريقة الثانية، أو أني أحدد ومن قائمة الشريط الرئيسي تمام. طبعاً تتغير عندي الشريط لأن عندي الأقراص ليس المجلدات، فبنقر على خصائص لحتى يعطيني نفس مربع الحوار. طبعاً يضاف لألم الفتح باستخدام أو التحرير التعديل والمحفوظات تمام. وعندي الأهم في الموضوع هو موضوع التحديد، يعني ما بحسن برجع أي عملية من هلأ ورايح على موضوع الملفات أو المجلدات أو اختصارات البرامج إلا ما أنا أعمل سيليكت أو تحديد على العناصر المراد نسخة أو حذفة أو نقلة أو يعني تسميتها إلى ما هنالك تمام. فلا بد من عملية التحديد. في عندي أوامر بتخص التحديد في قائمة الصفحة الرئيسية تمام. التحديد الكل هو اختصار كنترول مع الاي من الكيبورد، بلا تحديد راح يتم الغاء التحديد او هو النقل لمره واحده خارج النطاق المحدد، او اني احدد مثلا مجلد واحد واقول له اعكس التحديد راح يلغي المحدد ويحدد البقيه تماما تمام. ومن المعلوم كون عم نحكي عن التحديد الان راح اخذ رموز بشكلات كبرها شوي تمام، راح اضيف عليها شروحات اللي هي مع الكنترول انا يستخدم للتحديد المتباعد، بمعنى اضغط كنترول انقر اول مجلد
ثاني مجلد، ثالث مجلد، هذا يسمى التحديد المتباعد، تمام؟ ألغية. مع مفتاح الشيفت يستخدم للتحديد المتجاور، فأنا أضغط على أول مجلد أو أول عنصر أو رمز، أضغط مفتاح الشيفت بشكل متواصل وأنقر على آخر مجلد ليتم تحديد الأول والأخير مع ما بينهما. موضوع التحديد هو عنصر فعال وأمر لازم أنا أتقنه لإرجاء أي متغيرات أو أي عوامل أي أوامر حابب أطبقها على أي عنصر أو أي رمز كان. موضوع التبويب المشاركة ما هو معروف من اسمه للشير أو المشاركة، تمام؟ إذا حبيت أن أشارك أي ملف أي مجلد عبر إيميل أو عبر نقاط اتصال معينة أو ما شابه ذلك. موضوع العرض هي لطريقة عرض ما تظهر في الحالة، هذه الحالة الأيقونات أو الرموز على الشاشة شلو أنا بحب يظهر بهذه النافذة. أولاً جزء التنقل، تمام، التوسيع لفتح المجلد ما أنا شايفين، تمام، إظهار كل المجلدات أو أعطاني كل المجلدات، تمام، إظهار المكتبات، أو إذا حبيت أرجع ألغيهم مثل ما أنا كلياتهم فأنا بلغيهم وبترجع على حالته الطبيعية، تمام. أنا لغيت عنصر التنقل هو على اليمين، هو موضوع المستكشف وقلنا وظيفته التنقل ضمن العناصر الموجودة ضمن المحرك الأقراص السي والدي اللي هو اسمه مستكشف الملفات. إذا حبيت أنا أظهره برجع بفعله من هون وأظهر جزء التنقل، تمام. طيب جزء المعاينة هي جزء معاينة اليسارية، إذا عندي أحد الملفات فهو رح يعطيني معاينته مباشرة بالنافذة اليسارية. على سبيل المثال رح ناخد لو فوت على شيء ملفات بي دي اف موجودة عندي إياها، لازم بقى يعطيني، هذا أعطاني معاينة، تمام، مباشرة يعطيني معاينة للملفات، يعني اللي محتوى الملف اللي أنا وقفت عليه هي موضوع المعاينات. وهذه فكرة رئيسية جدا وحلوة كتير في موضوع مع، يعني ما في داعي أنا أفتح الملف وأقرأ اللي جواته وأدور على الثاني، فقط أني أنا أقف على أي عنصر عندي من بين المستندات اللي عندي أو الصوريات الملفات حتى يعطيني المحتوى. جزء المعاينة إذا أنا بدي أخفيه برجع بنقول مرة تانية وأخفيه. جزء التفاصيل اللي يعطيني هي تفاصيل الملفات، تفاصيل الملفات من خلال تاريخ التعديل والحجم وتاريخ الإنشاء، تمام، وتاريخ الإنشاء يعطيني تفاصيل أي عنصر أنا ناقر عليه. إذا حبيت أيضا أخفي موضوع جزء التفاصيل فأقوم بإلغاءه من هذا المكان. طيب موضوع التخطيط اللي هي لكيفية عرض هذه الرموز، أما تكون أيقونات كبيرة جدا أو صغيرة، لوحات، محتوى، قائمة، أيقونات كبيرة متوسطة أو تفاصيل، فيك بقى تختار الطريقة اللي انت بدك اياها ضمن طريقة العرض اللي تختارها للعناصر او الرموز اللي تشغال عليها، والامر بيعود للطابع الشخصي لترتيبك للرموز. الفرز حسب الاسم او تاريخ التعديل او النوع او الحجم او تاريخ الانشاء او الكاتب العلامات العناوين، تختار تصاعدي او تنازلي راح يتم على اساسه الفرز لفرز ملفاتك او ما شابه ذلك. الان لو نقرت باليمين في اي مكان فارغ ضمن هذا المجلد قلت له مثلا عرض الرموز، راح نشوف طريقة عرض الرموز اللي هي نفسها التخطيط، والفرز اللي هي نفسها وين بالفرز حسب، وعندي شيء اسمه التجميع حسب اني قسمه نظام المجموعات، وليكن على سبيل المثال على حسب النوع، وراح نفوت الى ويندوز وقال له انا هون مثلا اعمل لي تجميع حسب النوع، فراح يفرز لي اياهم الملفات، يعني كل نوع تلاقيه يجمع لي اياهم تطبيق اللي هي ملفات EXE، تمام، مجلدات فولدر TXT، تمام، داتا، ملفات دفعية، راح قسم لي كل مجموعة من نفس العائلة وجيب لي ضمن لحال لحال، هاي تسمى نظام المجموعات، تمام، نفس الأمر اللي عندي ياهن، تمام، فراح اختار حسب الاسم أو تختار حسب تاريخ التعديل حسب النوع، هذا من عمليات الفرز أنت بتختارها بقى اللي بدك إياه. الأهم فيها في الموضوع خانات اختيار العناصر أنا فيني أفعلها، تمام، لتظهر عندي هون. الموضوع بيسهل علي موضوع التحديد، تمام، موضوع اختيار العناصر، هذه الخانات فيني أفعلها وألغي تفعيلها. ملحقات أسماء ملفات لمعرفة الابتدادات، ابتداء بكنا مخفية كأجل نطاق حماية ابتدائي لحتى ما حد فينا يغير على ملحق اسم الملف لأنه راح يفقد المحتوى، تمام، فلما نظهره راح يقول لي كل ملف شو ابتداده .ini، تمام، .exe، تمام، فهو يعطيني ملحقات للملفات DLL LOG، تمام، داتا، تمام، يعطيني ملحقات ملفات، فأنا لما أخفيها راح تختفي عندي كل هذه الملحقات. فكتير من الأحيان أنا بضطر أن أظهر اللواحق حتى أعرف ملف معين هو يتبع لبرنامج معين أو لا أو ما شابه ذلك. موضوع العناصر المخفية بإمكاني مثلا على الصوريات بفوت فيها لهون، أنقر باليمين أعطي جديد وأفترض عندي مستند وورد فيه ملف فيه بيانات أو معلومات عفوا هامة، هذا الملف أنا ماني ما بدي يبقى ظاهر للأشخاص اللي ربما يشتغلوا على كمبيوتر من بعدي، ربما أولادي أو زملائي في مكتب معين أو ما شابه ذلك، فيه قيم هامة حبيت أن أخفيها،
أنظر باليمين وبتوجه إلى خصائص وبفعل بالسمات أنه مخفي. بشو بفعل بالسمات؟ أنه اجعل سماته مخفي وقال له موافق. تمام؟ فشو بنلاحظ الآن؟ تم اختفاء العنصر، لكن لم يتم حذفه. شو تم؟ اختفاءه. إذا حبيت أنا أظهره لحتى أنا أجري بعض تغييرات عليه أو أني أقرأه أو أشاهده، بفعل أظهر العناصر المخفية، رح يتم إظهاره. طبعا الفرق بين العنصر الموجود يعني سمته غير مخفي وسمته مخفي، هذه الشفافية اللي احنا شايفينها. هذا العنصر ما عاد بدي إياه شفاف، يعني ما عاد بدي إياه مخفي عفوا. فيني أرجع أنكر باليمين عليه وبقول له خصائص الملف عفوا، وبرجع بلغي سمة الإخفاء. تمام؟ فيكون ظاهر مثله مثل بقية العناصر. تمام؟ في عندي إمكانية إني أنا مباشرة إني أنا أحدد وأقول له إخفاء العناصر المحددة ليتم تطبيق شو؟ سمة الإخفاء علي، إظهارها وإخفاء، إظهارها وإخفاء، أو إني أحدد وألغي خاصية الإخفاء أو سمة الإخفاء اللي هي أصلا من بروبرتيز أو خصائص هذا العنصر. موضوع الأوبشنز أو الخيارات، خيارات المجلد والبحث، نتكلم عليها على سرعة شوي. عرض مجلدات، فتح كل مجلد في نفس نافذة أو فتح بنافذة خاصة، يعني كل ما نقرت مرتين على أي مجلد يفتح لي بنافذة تانية، ما يتم استعراض المحتوى بنفس النافذة. وأنكر مزدوج أو أنكر مرة واحدة للفتح، طبعا كل يتم متعلمين النقل المزدوج لفتح الملفات. إذا حبيت أريح حالي وأنكر لي مرة واحدة ويتم استدعاء المحتوى، بفعل هذا العنصر. تمام؟ فرح يتم مباشرة، هذا موافق، رح يتم مباشرة شو مثل ما أنا شايفين باللي مع بنقر لي مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط عم يتم الدخول. برجع إلى خيارات وبرجع الوضع الافتراضي اللي هو النقر المزدوج. تمام؟ في قائمة عرض أنا رح أشوف عندي بعض الأوامر الهامة اللي أدلك عليها. إخفاء ملحقات الملفات لأنواع الملفات المعروفة، هو نفسه من قائمة العرض اللي هو بيعطيني هون العناصر أو ملحقات أسماء ملفات، هو نفس اللي هون. إخفاء ملفات النظام التشغيل المحمية، يفضل إني دائما أنا أشيل التفعيل هذا اللي هون، وقال له نعم، بمعنى وأظهر لي كل ملفات النظام، كل ملفات النظام. يعني هذول مجلدين البايسيكل بين والسيستم فوليوم انفورميشن، هذول مجلدين للنظام. عدا ذلك إذا تظهر عندي ملفات مخفية من ملفات النظام فهي رح تكون حتما فيروسات، فقم بحذفها يدويا. حلو الكلام؟ تمام؟ بهالشكلات. فبرجع إلى الخيارات أو تغيير خيارات المجلد. عندي كمان بالأسفل رح نشوف موضوع الملفات والمجلدات المخفية اللي هو نفس العناصر المخفية اللي شفناه هون. أنا أما أضع أظهر أو لا تظهر. فأما أنا بشتغل من ضمن مربع الحوار، أو أني أشتغل من وين؟ من ضمن القائمة الموجودة في نافذة عرض. حلو الكلام؟ أو أني أستعيد الافتراضيات اللي كانت عليه، هذه الأصل، رجعت الافتراضيات مثل ما كانت. طبعا الموضوع الخاص في موضوع الأقراص، لما نختار أدوات محرك الأقراص وفعلت قرص معين يعطيني هو التحسين، اللي هي موضوع إلغاء التجزية أو التنظيف، يعني أني أرتب. هذا يفضل كل فترة أني أجري هذول الإجراءين على الأقراص لتنظيف الملفات الغير مرغوب فيها. تمام؟ وللتحسين من تجزئة القطاعات أو القطاعات السيكتور للقرص نفسه، يعني هي إلغاء التجزئة. تمام؟ أنا برجع أني كل فترة بحسن أداء الهارد أني أعمله هذا التنظيم. تمام؟ أو أني أعمل فورمات، أعمل تهيئة للقرص المحدد، وأنا بختار الخيارات الموجودة. طبعا سواء نقرت باليمين واخترت التهيئة أو الفورمات وتحدد الخيار، سواء كانت تهيئة سريعة أو تهيئة بطيئة. تمام؟ وتقول له ابدأ لأحد الخيارات، لكن من الملاحظة رح يتم فقط كافة الملفات الموجودة ضمن هذا القرص أثناء عملية الفورمات. يضاف ضمن النافذة الرئيسية، لما أنا أفتح أي نافذة وكنت لسه في الروت، يعني في المكان اللي فيه محركات الأقراص أو أجزاء الأقراص اللي أنا شغال عليها، شفت يعطيني الخصائص، الوصول إلى وسائط معينة، تعيين قرص على الشبكة، إضافة موقع على الشبكة، هذا بما يخص الشبكة. فتح الإعدادات هي موضوع السيتنج نفسه اللي تكلمنا عليه. تمام؟ اللي تكلمنا عليه. وعندي كمان إزالة تثبيت برنامج أو تغييره، لما أنقر عليه راح يعطيني نافذة شو؟ البرامج، نافذة البرامج المثبتة. أي برنامج أنت ما عاد ترغب بوجوده فيك تنقر لمرة واحدة على مسماه وتقول له إلغاء تثبيت هذا البرنامج من على الكمبيوتر. تمام؟ خصائص النظام، فيني أوصل لخصائص النظام. تمام؟ يعطيني لمحة كاملة، اسم الجهاز، المعالج الراكب عندي، الذاكرة، شو مقدارها، معرفة الجهاز، هذا هو نوع نظام التشغيل. تمام؟ هذا بما يخص الموضوع المواصفات ومواصفات ويندوز اللي أنا مركبه كنظام تشغيل على الكمبيوتر. هذا بأقل إمكانيات أني أنا أحسن أعرف موضوع المعالج والذاكرة الرام ونوعية نسخة نظام التشغيل اللي أنا شغال عليه. أما موضوع الإدارة،
ما هي نفسها لو أنا أنقر باليمين على أي على أيقونة جهاز الكمبيوتر وأتوجه إلى المانجر أو الإدارة يعطيني إدارة الكمبيوتر، هذا أنا بوصل له حتى أعرف ما يلي. بيهمني حتى أعرف إدارة الأجهزة، الأجهزة المعرفة اللي عندي إياها غير المعرفة الشغالة، أو ربما عندي مثلا بلوتوث منه شغال ففيني أفوت لهون وأشوف إذا كان في عليه الإشارة الصفراء فبيكون غير معرف، يعني بمعنى برنامج تشغيله غير موجود، تمام. او اذا انا حبيت اعرف بعض المواصفات المعينه، الطابعه موصوله ما انا موصوله، الجهاز شايفه او ما انا شايفه، فيني ادفوت الى موضوع اداره الاجهزه الماديه لحتى اعرف كل قطع الموصوله مع هذا الكمبيوتر. اداره الاقراص، هذا المحطه بتهمني نوعا ما، راح يظهر لي كافه الاقراص اللي هي متالف منها هذا الكمبيوتر سواء كان اقراص خارجيه او اقراص داخليه. عندي الان قرصين، القرص الداخلي اللي هو او قرص اثنين داخليات، الاولي هو 256 جيجا بايت، طبعا هذا طبعا القرص موجود قرص للنظام، تمام. وعندي الهارد الثاني هو هارد المرافق اللي هو بسعة 1 جيجا، وانا عامله قرص واحد اللي هو الدي. فعندي قرصين، الاول الهارد الاول انا مثبت نظام التشغيل، والثاني انا حاطه لبقيه ملفاتي، تمام. بامكانك ان تنقر باليمين، تعمل حذف، تحذف القرص كاملا وتعيد بنائه من اول وجديد. انا ما راح اشتغل شيء حاليا حتى ما اضيع اعمالي، تمام. لكن بإمكانك تعيد تقسيم الهارد كاملا من هذه النافذة، تنقر باليمين تحذف الأقراص وترجع تعمل شو بناء أقراص جديدة. هذا أمر. الأمر الثاني، فيك تغير الحرف، ربما كثير صادفنا ترتيب المحارف لأقراصنا أو الفلاشاتنا اللي أنا بوصلها على الكمبيوتر كاتب لسان سي دي إي غير موجودة ومنتقل على الإف دغري، فكل ما أوصل الفلاشة يعطيني إياها الإي، فعندي عدم استقرار في موضوع المسميات، انا افقد يعني افقد محرف معين. اذا حبيت ارجع اعيد ترتيب هذه المحارف ففيني انقر على تغيير حرف محرك الاقراص واقول له تغيير، واختار اي محرف بدي اياه يمثل هذا القرص الدي او الاي او الاف، وبقول له موافق حتى اعيد تسميه القرص من الدي الى الاسم او الحرف الجديد. هذا باختصار. راح نتكلم الان على موضوع تخصيص العرض على سطح المكتب. فيني انقر باليمين نفس المبدا اني اختار العرض واخذ رموز كبيره أو رموز متوسطة أو رموز صغيرة. أيضا الفرز نفس المبدأ عندي إياه. في عندي شيء اسمه جديد لإنشاء فولدر مجلد أو اختصار لملف معين، أو أني أنا أبدأ بإنشاء أحد الملفات من برامج موجودة في جهاز الكمبيوتر، وفيني أتوجه إلى إعدادات العرض لتخصيص العرض على الشاشة. أبدأ فيها في موضوع تغيير حجم النص التطبيقات وعناصر أخرى. لو أنا أخذت 125% راح نشوف أنه النصوص كلها تكبرت، فلو أخذت 110 فهذا تغيير الحجم. الدقة، هذه الدقة، تمام. فكلما قل الدقة أو الرقم هذا قل، يعني راح يزداد عندي، تكبر عندي الرموز وتقل حدة وضوحها، فكلما كبر الرقم، تمام، كلما كانت بعدت شوي وكانت أكثر حدة بالوضوح. يضاف لألا اللي هي التخصيص، هي مرحلة الآن بقى التخصيص. الخلفية بحتاج تكون هي صورة أو لون متصل أو عرض شرائح من عدة صور، وفيني أنا أختار أي صورة من صور أنظمة التشغيل، نظام التشغيل الموجودة لضبطها كخلفية شاشة، أو أنقر على استعراض للبحث عن صورة معينة في جهاز الكمبيوتر. إذا كانت الصورة في أبعاد غير مناسبة للشاشة فأنا بختار نوع تعبئتها أو احتواء بالشاشة، إما يكون تعبئة أو احتواء تكبير تجاوب توسيط أو تمديد، تمام. عندي باليمين غير الخلفية عندي موضوع نظام الألوان، فأنا فيني بحسن بختار يعني فاتح مثل ما شايفين في المعاينة رح يكون، تمام، أو داكن هو القاتمة شوي، أو أني أختار بقى أنا مخصص، تمام، وأغير بقى على كيفي. رح نرجع نحن الآن فاتح مثل ما كانت، تمام. وفيك تختار ألوان، فيك تختار للأزرار وقام تبدأ والنوع خلفية النوافذ، تمام. هذا موضوع اختيار موضوع الألوان هي لشريط المهام وإطارات النوافذ وقائمة ابدأ. لاحظوا اللي اخترناها نحن الآن لون فاتح حتى قام تبدأ تغيرت معي باللون. أو فيك تختار مخصص وتبقى تضبط على كيفك موضوع الإطارات والنوافذ. شاشة التأمين، الخلفية كيف تختار يكون، إما أضواء ويندوز من ويندوز أو صورة أنت بتحطها بتختارها أو عرض للشرائح. تطبيقات تعرض الحالة السريعة على شاشة التأمين، إيش لي موضوع السماح لألم. إظهار صورة خلفية شاشة التأمين على شاشة تسجيل الدخول، هي في محط الآن التشغيل، تمام. الشاشة المؤقتة هي شاشة التوقف، فيني أنا أضبط شاشة التوقف لما أنا أوقف عن العمل، فيني أختار يعني أي شاشة توقف أعملها معين الآن مثل ما أنا شايفين تسمى شاشة توقف. بصراحة الآن كان الوصول لها سهل، لكن الآن قلما تصادف أشخاص يقدروا يضبطوا شاشة توقف في نظام ويندوز 10، تمام. طيب هذا موضوع شاشة التوقف.
هيك تضبط له أوضاعه بشكل كامل من هون. شاشة أو النسق عفواً هي عبارة عن ستايلات ومظاهر يقدمها نظام التشغيل، بإمكانك أنك موضوع الخلفية واللون والأصوات ومؤشر الماوس كله محتكم لموضوع تخصيص الستايل أو النسق. وفيك تنزل من مايكروسوفت أو غير مايكروسوفت كتير من موضوع الستايلات لتعطي أكثر جمالية يميزها سطح مكتبك، هذا موضوع بيعود لألك. في موضوع النسق أنا بس في عندي ملاحظة في الإعدادات المرتبطة، عندي إعدادات أيقونة سطح المكتب، لما أنكر عليها راح يعطيني الآن أيقونات سطح المكتب اللي عليهم إشارة الصحة والتفعيل، هم أيقونات ظاهرات على سطح المكتب. أنا مثلا بحتاج لوحة تحكم أفعلها وأله تطبيق، فراح نلاحظ أنه هي ظهرت الآن على سطح المكتب كأيقونة لوحة تحكم، تمام؟ بهالشكلات. وبإمكانك تنقر على أي مفتاح وتغير أيقونته، تغير الأيقونة اللي أنت محتاجة أو تجيب أيقونة من عندك من أي مكان. طبعا يكون عندك اللاحقة هي الـ ICO، لاحقة الملفات. الأيقون هي الـ ICO، تمام؟ هي جاي من أيقون، تعمل استعراض البحث عنها أو أنك تختار أي عنصر من دول العناصر لحتى يكونوا صورة رمز. رح نجرب نحن على سبيل المثال، مثال أيا تكن الأيقونة، فرح نلاحظ أنه أيقونة جهاز الكمبيوتر تغيرت لهذه الرسمة، تمام؟ برجع للتخصيص، هي موضوع الآن النسق، فتح الأعدادات المرتبطة بأيقونات سطح المكتب، تمام؟ وفيك ترجع استعادة الافتراضي، ترجع عندك الأمور كلها مثل ما كانت. المحطة الأخيرة اللي بقيت معنا في لقاء اليوم هي كيفية التعامل من ضمن أو من خلال نظام التشغيل وأوامره ونوافذه وخصائصه بالمفردات الرئيسية أو الوسيطات البرمجية الرئيسية أو المكونات اللي أنا أستخدم نظام التشغيل لإدارتهم اللي ذكرناهم من قبل، المجلدات والملفات والبرامج والاختصارات. بداية بدي أبدأ مع المجلد، والمجلد هو عبارة عن مكان يستخدم لتصنيف الملفات، خزينة أو بهذا التعبير أو بهذا التوصيف. فالمجلد ابتداء إنشاؤه بطريقة واحدة في أي مكان كنت، فيك تنقر باليمين وعلى جديد وتختار مجلد، فيبدأ بتشكيل حقيبة صفراء اللون تحمل مسمى فقط لا غير، يمكن تغيير الاسم، تمام؟ وحجمه الفيزيائي ابتداء 0 بايت على القرص، يعني ما في له أي حجم، رح ياخذ الحجم بناء على حجم الملفات رح تخزن بداخله. الهدف الرئيسي من إنشاء المجلدات هو تصنيف الملفات. رح ننتقل إلى الوسيط الآخر واللي هو الملف. ما هو الملف؟ الملف هو المكان اللي أنا بخزن عليه معلومتي، فأنا بشاهد معلومتي الصوتية في ملف صوتي، وبشاهد معلومتي الفيديوهية في ملف فيديو، وبشوف المعلومة الصورية في ملف صورة، وبشوف المعلومة النصية في ملف نصي سواء كان وورد مثلا أو إكسل أو مستند نص عادي إلى ما هنالك. الآن لموضوع الملف، راح نلاحظ الملف أنه بيختلف عن المجلد. المجلد له مسمى فقط لا غير، أما الملف فاسمه يتألف من شطرين، الاسم والامتداد اللي هو عبارة عن نوع أو تنسيق أو صيغة أو لاحقة. كل هذه الوصفات أو الأوصاف تطلق على الاسم الملحق من أسماء الملفات. يتم فهم أو معرفة نوع المعلومة بداخل هذه الملفات من خلال الامتداد، extension، من خلال الامتداد، تمام؟ لا يمكن تغيير امتداد الملف، يعني فلذلك نحن لما أنشأنا ملف معين على سبيل المثال، خلنا نتوجه لأحد النوافذ، تمام؟ المستندات، وأنا أنشأت ملف معين وليكن ملف وورد خليها، تمام؟ ورحت إلى قائمة عرض وأظهرت الملحقات لأسماء ملفات المعروفة، فأعطاني الاسم، تمام؟ يعني مستند جديد مايكروسوفت وورد دوت دي او سي اكس. هذه الدي او سي اكس هي عبارة عن امتداد اللي بيعبر عن نوع المعلومة بداخل هذا الملف ونوع البرنامج اللي أنتج هذا الملف. لما أنا بنقر باليمين وبعمله رينيم أو إعادة تسمية، رح يباح لألي فقط موضوع تسمية الاسم فقط لا غير، مهما كان طويل، بس اللي وصلت لعند الدوت أو النقطة فرح يوقف التحديد ويقول لي ما بعد النقطة غير مصرح لك بتغيير الاسم الملحق، وتم أخفاء الأسماء الملحقة ابتداء لأجل حماية الملفات، تمام؟ لحتى معلوماتنا ما يتم فقدانها أو ضياعها. أفترض الآن أنه عندي هذا ملف وأنا مسميه هام، يعني هو فيه معلومات هامة، هذا المسمى حبيت أنه أنا أرسله إلى صديق إلى أو أحتفظ فيه، حبيت أنه ما حد إذا فات على كمبيوتري ما حسن يعني يفوت إلى محتوى هذا الملف، فبإمكانيتي لأجل الحماية المؤقتة
بدون استعانتي بأي برنامج حماية، أنقر باليمين وأقول له عاد تسمية وأبرك أسمية على سبيل المثال MP3، رح أقول له انتر. فأعطاني رسالة لتأكيد، بمعنى إذا تم تغيير اسم الملحق لهذا الملف فقط يتعذر استخدام الملف. هل تريد تغيير؟ نعم رح نغيره. فملاحظ أنه قلب الرمز إلى رمز البرنامج رح يشغل ملفات MP3. طبعا أنا لو شغلت الملف وما رح يعطيني شيء وما رح يغني لي الشيء اللي كان مكتوب، أنا فقط بمعنى أنه أنا حميت البيانات الموجودة بداخل هذا الملف أو بالأصح المعلومات، وبحيث لو أي واحد الآن شغله ما رح يتعرض له أنه الملف هذا معطوب، يعني ما رح يقرأ معه أي شيء، فما رح يعرف الدلالة الأصلية لهذا الملف. أنا بس اللي حبيت أني استخدم الملف من الجديد، أنقر باليمين وبعطي إعادة تسمية وبشيل MP3 وبكتب DOCX وقال له انتر، ثم موافق وبفتح ملفي وبشوف كل بياناتي ومعلوماتي مرتبة نظامية داخل هذا الملف. فموضوع إعادة التسمية أنا بلجأ له فقط إعادة تسمية اسم الملحق إذا أنا حبيت أني أحمي أحد الملفات الهامة بدون الاستعانة بأي برنامج سيكوريتي لحماية الملفات أو ما شابه ذلك. هذا موضوع الملفات. رح أذكر بعد شوي إن شاء الله هيك لمحة بسيطة عن أنواع الملفات اللي أنا أكثر شيء ممكن أني أتطرق له كمستخدم حاسوب، ولو كنت في النطاق المبتدئ بداية، ما هي أنواع الملفات الشهيرة اللي لازم أنا أتعرف عليها. طبعا الآن الجدول الموضح أمام حضراتكم، رح أبدأ فيه من اليسار اللي هو رمز الملف، ثم امتداد الملف ونوع الملف والبرنامج المختص بفتح هذا الملف. طبعا لما يكون عندي الرمز هو رمز برنامج الوورد، الفايل ايكون، الفايل اكسينيشن يعني الاسم الملحق لهذا الملف هو الدو او الدي او عفوا سي اكس، بيكون التعبير عنه او نوعيته هو الفايل تايب هو الوورد فايل يعني ملف وورد، فيحتاج الى قراءته وتشغيله الى برنامج المايكروسوفت وورد اصدار 2010 وما فوق. ثم ملف الاكسل يحمل امتداد XLSX، تمام، فيحتاج لبرنامج الاكسل. الملف اللي بيحمل امتداد BBTX هو ملف من انتاج برنامج الباوربوينت، والاكسس داتابيس هو برنامج اكسس يحتاج لبرنامج الاكسس لتشغيله وادارته. ملفات الوينزاب والوينرار، تمام، هم الملف اللي بيحمل لاحقة الزاب والرار هي عبارة عن كومبريست فايل يعني ملفات مضغوطة، فيحتاج إلى برنامجي الوينزاب والوينرار للتعامل مع ملفات المضغوطة. إن شاء الله بآخر برنامجنا راح يكون فينا محطات رائعة جدا مع برنامج وينرار وأمكانياته. ملف PDF هو ملف إلكتروني قابل للقراءة فقط غير قابل للتعديل. بداية أستخدمه كأسلوب حماية لملفاتي أثناء إرساله بشكل إلكتروني، فيحتاج إلى عائلة أو برنامج من عائلة الأدوبي يسمى الأدوب ريدر لقراءة هذا الملف. بعض الملفات الخاصة بملفات الفيديوهات أو بأنواع ملفات الفيديوهات اللي هي تختلف حسب جودتها، بيكون في عندي لواحق معين لألا WMV والAVI والMPEG ASV والRM إلى ما هنالك. وطبعا في عندي العديد من لواحق الفيديو غير هذول اللواحق اللي أنا ذكرتهم حاليا، لكن هذول اللي أشهرهم وأكثر تعامل معهم. وقلنا أنه يختلف جودة الفيديو وحجم الفيديو مع اختلاف نوع الملف لهذا الفيديو. أيضا في عندي ملفات صوتية تحمل أكثر من امتداد وأكثر من نوع، لكن بالأخير هم ملفات صوتية، ولكل ملف صوتي بتلاقي له جودة تردد إلى جودة صوتية، ويتم استخدامه وفتحه في مجالات معينة، تمام. فلكن الآن حديثا أشهر أنواع ملفات الصوتية نستخدمها هو ملف MP3. عندي أيضا الويف بتلاقي له محطات ضمن الباوربوينت على سبيل المثال، إذا حبيت أغير النغمة موجودة بداخل برنامج الباوربوينت فحصلا تكون موجة صوتية من لاحقة الويف، تمام. SWF هو ملف فلاش يحتاج إلى مشغل فلاش بلير، والفلاش هو عبارة عن ملف حركي، تمام. موضوع الصوريات أيضا الإيميج فايل، أنا في عندي كمان أكثر من محطة معهم، JPG والBMP BNG والGIF والعديد من لواحق الصوريات وأنواع الصوريات أيضا تختلف لموضوع دعمها في الألوان ودقتها وما شابه ذلك. وأخيرا TXT هو ملف تكست فايل، ملف نصي بسيط يمكن إدارته من خلال النوت باد أو المفكرة موجودة ضمن نظام التشغيل كبرنامج ملحق أو مستند النص. هذا اللي لازم أعرفه كأشهر الملفات أو التعامل معها كمستخدم مبتدئ أول ما بدأت العمل بالحاسوب. لازم أتعرف على أهم اللواحق لأهم الملفات اللي ربما تلزمني كمنحة مبتدئ.
أما البرامج اللي أنا بثبتها على الكمبيوتر أو اللي هي بتكون افتراضية مع نظام التشغيل، فبحصل عليها كلياتها من قائمة إبدأ، وبشوف سلسلة من مسميات البرامج كاملة. طبعا البرنامج هو الوسيط بين المستخدم لنقل أوامره إلى المعالج ليتم بتفسيره ومعالجته. هذا موضوع الوصول إلى أي نظام، لأي برنامج ضمن نظام التشغيل، وتكلمنا في موضوع إبدأ قبل شوي كيفية الوصول والبحث عن أسماء البرامج. لوضع اختصار على سطح المكتب أي برنامج كان، يكفيني أنكر عليه باليمين وننكر على أكثر وبقول له فتح موقع الملف. هذا موقع الملف، فيني أنكر باليمين وأنشئ اختصار تمام على سطح المكتب. طبعا يمكن إنشاء اختصار لأي ملف أو أي مجلد أو لحتى الأقراص نفسها، يمكن إنشاء اختصارات لها على سطح المكتب. الاختصار الفرق بينه وبين الملفات تمام. أولا الاختصار هو ليس ملف، هو عبارة عن لينك، عبارة عن رابط، عبارة عن طريقة للوصول السريع تمام. بيتميز بوجود السهم الملتوي بخاصرته السفلية اليسرى تمام. فملاحظ الاختصارات كلها بهذا المنظر تمام. يمكن إنشاء مثل ما تكلمنا أي مجلد يخطر على بالك، فيك تنشئ أي اختصار لألو. فهذا بيميز موضوع الاختصارات عن المجلدات. للملاحظة أنه إذا حذفت أن الاختصار لا يتأثر فيه الأصل، أما إذا حذفت الأصل فالاختصار لا يعمل، الاختصار لا يعمل. هذه آخر ملاحظة حبيت أنوه لحضراتكم بموضوع التعامل مع الاختصارات بشكل بسيط. فالاختصار هو طريقة للوصول السريع لأي ملف أو قرص أو مجلد أو بروجرام اللي هو البرنامج. أخيرا حبيت أتكلم على ملحقين بسيطات بنهاية لقائنا اليوم مع حضراتكم، هي موضوع الاختصارات الأكثر استخدام، وأبدأ بشروحاتها على 100 مهلنا شوي شوي. راح أعدل لك إياهن ونكتبهن على الشاشة ظاهرات أمامك، بتحب تدورهن، بتحب تطبقهن، بتحب شلون بتريد، ما عندك فيه أي مشكلة. طبعا هذه اختصارات منها مختص كان بويندوز 7، ومنه ما يعمل إلى ويندوز 7 و8 8.1 و10 إلى ما هنالك تمام. فلذلك أنا جمعته، راح أعطي فيه أكثر استخدام للأنظمة الحديثة الثلاثة، ويندوز 7 ويندوز 8 وويندوز 10. النسخ لعنصر محدد أستخدم مفتاحي كنترول زائد سي، القص نستخدم كنترول زائد إكس، لصق العنصر نستخدم كنترول زائد في، التراجع عن عملية أخيرة قمت فيها كنترول زائد زد، تحديد كافة العناصر موجودة في نطاق معين أو في مجلد معين كنترول زائد اي، حذف العنصر المحدد وارسال إلى سلة المهملات مفتاح ديليت، حذف العنصر المحدد نهائيا دون وضعه في السلة اضغط شيفت زائد ديليت، إعادة تسمية عنصر محدد اف 2، عرض نافذة البحث عن الملفات والمجلدات نضغط اف 3، عرض نافذة الخصائص لعنصر محدد اضغط الت زائد انتر، اغلاق نافذة نشطة الت زائد اف 4، للتنقل بين النوافذ المفتوحة نستخدم الت زائد تاب، للتنقل ثلاثي الابعاد وهذا الامر موجود فقط كان في نظام الويندوز 7 نستخدم كنترول زائد مفتاح ابدا زائد تاب، اخفاء واظهار شريط القوائم بداخل نوافذ المجلدات والبرامج التطبيقية ايضا نستخدم مفتاح الالت، عرض قائمة ابدا كنترول زائد باك سبيس، وأيضا نستخدم مفتاح قائمة تبدأ الموجود على يسار لوحة المفاتيح بين ألت وكنترول، للحصول على المساعدة والدعم نضغط F1، لتحديث سطح المكتب الريفريش نختار F5، لالتقاط صورة ثابتة للشاشة الحالية اللي أنا فيها نضغط مفتاح برينت سكرين، تصغير كافة النوافذ المفتوحة على شريط المهام مفتاح أبدأ مع الام، لاستعادة العناصر نستخدم أيضا مفتاح أبدأ مع الام، وفي أنظمة سابقة كنا نستخدم مفتاح ابدأ زائد شيفت زائد ام لاستعادة النوافذ المفتوحة، اظهار سطح المكتب بشكل فوري مفتاح ابدأ مع الام، فتح نافذة الكمبيوتر مفتاح ابدأ زائد ام، عرض نافذة البحث عن الملفات والمجلدات بالجهاز نضغط مفتاح ابدأ زائد اف، لتأمين الكمبيوتر او تسجيل خروج المستخدمين نضغط مفتاح ابدأ زائد ال، استدعاء نافذة البحث عن أجهزة الكمبيوتر بالشبكة نستخدم مفتاح ابدأ زائد كنترول زائد اف، للتنقل بين البرامج الموجودة على شريط المهام نستخدم مفتاح ابدأ زائد تي، فتح مستطيل حوار رن نستخدم مفتاح ابدأ زائد ار. الملحق الثاني اللي حبيت أضيفه أهم المصطلحات اللغة الإنجليزية اللي تلزمني في العمل على نظام التشغيل، أتطرق لأكثر استخدام. فهذه المصطلحات أتمنى الكل يعني يحفظها ويبدأ بالعمل معها، وأنا بتمنى حتى الكل يشتغل من هلأ ورايح على نظام باللغة الإنجليزية، رح يساعده على فهم وحفظ اللغة الإنجليزية على الأقل بتتبع الصوريات،
والمحاولة مرارا لفهم الرسائل اللي يعطيني اياها النظام، بقى انا بحسن من مستواي وابن نداي باللغة الانجليزية لما يكون الانترفيس اللي قدامي يواجه لغة انجليزية. راح ابدا مع حضراتكم في بعض المصطلحات: اكاونت حساب، ادرس عنوان، اليرت انذار، ابلكيشن تطبيق، باتنز مفاتيح، بيتا تجريبي، باك جراوند خلفية، باك اب احتياطي، كوماند امر، كومبريسن ضغط، ديسكتوب سطح مكتب، دوكيومنتس مستندات، اكستنيشن امتداد، انكربشن التشفير، فاير وول حائط ناري، فايل ملف، فولدر مجلد، فونت خط، جيت واي بوابة او مدخل، جنرال عام، هاكر اختراق او المخترق او القرصان، هايلايت تسليط الضوء، ايكونز رموز، انستول تثبيت او تركيب، الجافة لغة الجافة، جاست تماما او بالذات، كيبورد لوحة مفاتيح، كيس مفاتيح، لوجن تسجيل دخول، لوج اوت تسجيل خروج، ميموري ذاكرة، منيو قائمة، نيم اسم، نيو جديد، اوبريتنج تشغيل، اوبتيكال بصري، بورت منفذ، بارتيشنز اقسام، كويك سريع، كيو صف او طابور، ريستارت اعادة تشغيل، ريسايز تغيير الحجم، سوفت وير برنامج، سيرج بحث، ترانسفير نقل، تكنيكال تقني، ابلود رفع الملفات، يوزر مستخدم، فيروس فيروس، فيرجال تخيلي او افتراضي، ورم دودة، وايرلس لاسلكي، زون منطقة او نطاق، وزومينج تكبير حيز الرؤية. دمتم بألف خير إن شاء الله. أتمنى أن أكون اليوم حققت لحضراتكم تقانة التعامل مع خصائص نظام التشغيل ويندوز 10. سامحوني على سرعتي بعض الشيء، تعمدت لما يكون عندي الفيديو لمدة زمنية طويلة، لكن بيئة العمل كانت فيها زخم من الأوامر، فأتمنى ما أكون غلبتكم في المدة الزمنية للمقطع ولا بسرعة كلامي. فأتمنى التوفيق والخير للجميع. لا تنسونا من دعائكم. كان معكم أخوكم أحمد صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.